الرئيس السيسي يشيد بالإداء البطولي لمنتخب الناشئين لليد بعد تتويجه بكأس العالم. اجتماعات متواصلة في السودان لتسمية العضو 11 في المجلس السيادي. ميركل تؤكد استعداد ألمانيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم، وأشاد الرئيس بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. وتوج المنتخب الوطني بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في البطولة التي أقيمت في مقدونيا الشمالية، وبهذا الفوز والتتويج ينجح منتخب الناشئين للمرة الأولى في تاريخه بالفوز ببطولة كأس العالم، كما كسرت مصر احتكار المنتخبات الأوروبية للقب البطولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإنسان المصري أهم وأغلى ما تمتلكه الدولة من ثروات، وخلال كلمته باحتفالية عيد العلم أشار الرئيس إلى أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار على رأس أولويات الدولة، ومشيرا إلى أن الدولة نفذت عدة مبادرات في هذا الإطار مثل بنك المعرفة وتوفير بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنشاء جامعات جديدة في التخصصات كافة. تتواصل الاجتماعات بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير للاتفاق على اسم العضو 11 في المجلس السيادي بعد أن أعلن الطرفان سابقا ممثليهم في المجلس. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي في السودان القسم أمام رئيس القضاء مع عقد أول اجتماع للمجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كما من المقرر أن يصل اليوم إلى العاصمة الخرطوم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأربعاء المقبل لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ميركل خلال اجتماع بمقر المستشارية أن برلين مستعدة لأي نتائج لهذا الخروج حتى لو تم من دون اتفاق، مشيرة إلى أنها ستسعى في كل الأحوال لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات. أظهرت بيانات مراقبة حركة المرور البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها بريطانيا بدأت في الابتعاد عن جبل طارق بعد رفض طلب أمريكي باحتجازها لفترة أطول. وأظهر المسار الذي نشره موقع مختص بتتبع السفن أن الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم غريس 1 غيرت وجهتها إلى إحدى الجزر اليونانية بالبحر المتوسط. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.